الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحييكم أيها الأحبة بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نتواصل وإياكم في هذه الأيام المباركة، أيام الخير، أيام النور، أيام ربيع الأول، ولادة حضرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. ولا زالت تجول وتصول كاميرا قناة صلاح الدين الفضائية في مدينة الموصل العريقة، مدينة الموصل، الخير والبركة والنور بعلمائها ودعاتها ومحبيها، وكذلك من المؤمنين والعارفين والمداحين والعلماء والمصلحين إن شاء الله. في حضرة أحمد راكان العبادي الذي هو ضيف على هذه القناة، مرحبا بك جناب الشيخ، وأنت تطل على هذه القناة بمناسبة مولد فخر الكائنات، فمرحبا بكم. مرحبا بكم دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فحياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. الشكر موصول لقناة صلاح الدين وكادرها لما يبذلوه في نشر هذه البرامج التي ترسخ في الأمة الإسلامية الشيء الجميل. ونقول نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناتكم، وأن يتقبلها الله منا وإياكم. فمرحبا بكم في مدينتكم، في مدينة الموصل، ومرحبا بكادر قناة صلاح الدين، ومرحبا بكم دكتورنا العزيز. أهلا وسهلا بكم. سلمكم الله وحفظكم، وأنتم أهلا لها إن شاء الله. الله جناب الشيخ، هل من بطاقة شخصية عن سيرتكم للمشاهد الكريم؟ العبد الفقير الراجي رحمة ربه أحمد راكان أحمد العبادي، تولد 1986 من مدينة الموصل. انحدروا من سلالة الموصل القديمة إن شاء الله. الحمد لله. منذ بداية طفولتي كان لي تلك الرغبة في أن أكون إماما وخطيبا إن شاء الله، وقد من الله عز وجل علي بهذه النعمة. بعد أن أكملت دراسة الابتدائية ابتدأت بدخولي إلى المدرسة ثانوية الحدباء الإسلامية، وكان الشيخ فيضي رحمة الله تعالى عليه مديرا آنذاك، وقد وضع تلك البصمة فينا إن شاء الله. كنت في بداية الأمر وتأثرت بكثير من المشايخ، كما قلت أولا الشيخ فيضي رحمة الله تعالى عليه، كذلك الشيخ رائد عندما كان إماما وخطيبا في جامع النعيمي. ثم تنقلت وذهبت في رحلة إلى بغداد في دراسة الكلية في الجامعة العراقية، بعد ذلك انتقلت إلى جامعة الموصل، الحمد لله من الطلاب الأوائل على الكلية. بعد ذلك يسر الله لي أن ذهبت إلى جمهورية السودان الشقيقة، وأكملت فيها دراسة الماجستير، والحمد لله الأول على الدفعة، تخصص ما يقارب 100 طالب، فقه مقارن ما شاء الله، تخصص دقيق فقه الأحوال الشخصية، يعني الحمد لله. هنيئا لكم جناب الشيخ، وأنتم قد تدرجتم في العلم وابتداء من المشايخ الكرام وآل الفيض ما شاء الله عليهم. إذن التربية روحية علمية مقروءة بمحبة سيدنا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. الموصل معروفة بتكاياها وزواياها وربطها، ومعروفة بمساجدها وجوامعها خصوصا الكبيرة وحتى الصغيرة. حينما تأتي هذه الأيام المباركة من أيام المولد النبوي الشريف، من اليوم الأول أو من قبل اليوم الأول إلى منتهى ربيع الأول، والأيام التي تأتي بعد ربيع الأول إلى ربيع الثاني، ونرى أهل الموصل لهم احتفالهم الخاص بما يقدموه من أشعار ومن سيرة المصطفى العدنان صلى الله تعالى عليه وسلم، والدورات القرآنية وما شابه ذلك. كيف كانت البداية مع هؤلاء الأكابر مشايخنا، مشايخ الموصل خصوصا آل الفيض والمدرسة العلمية والإسلامية؟ كيف تلقيتم هذه الأعياد؟ هي أعياد إن شاء الله، هو الاحتفال بالمولد النبوي، وإن لم يكن عيدا لكنه عيد حينما يسعد المسلم بولادة حضرة المصطفى العدنان، وكذلك ذكر المصطفى العدنان على الألسن والقلوب والجوارح. كيف كانت التجربة الأولى؟ قبل التجربة الأولى أنا أقول دائما
ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، تجديد عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن نجدد محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان لابد على كل مسلم دائما أن يجدد علاقته مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، ولكن هناك أيام لابد أن تكون هناك علاقة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن نعيد تلك الشحنة العاطفية التي يحتاجها كل مسلم ليرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم. تعود بي الذاكرة منذ أن كنت صغيرا، يعني قبل منذ دخول اليوم الأول من شهر ربيع الأول تبتدئ جدول لمدينة الموصل، الجامع الفلاني في يوم كذا، الجامع الفلاني في يوم كذا، كنا نتهيئ مرتب إلى أن ينقضي الشهر، وربما بعد زوال الشهر تبقى الاحتفالات متوالية، جامع بعد جامع وتكية بعد تكية إلى آخره. فأتذكر كنا نهيئ أنفسنا، يعني في أحد الجوامع عندما كنت صغيرا كنا نهيئ، يعني نقول مثل قازة، كل شاب من شباب الجامعة يهيئ قازة ويضع فيها النقود حتى تتهيئ إلى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، الله الله مهما كان المبلغ ومهما صغارا وكبارا، صغارا وكبارا، الله الله. فكنا نهيئ أنفسنا، وكانت نلتقي من جامع الفلاني إلى الجامع الفلاني في جدول منسق منظم احتفالا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فما أحلى تلك الأيام، وأسأل الله عز وجل، وإن عادت الآن ولكن نسأل الله أن يعيدها كما كانت بأنفوانها بإذن الله. أيوة أيوة إن شاء الله، نسأل الله أن يعيدها كما كانت وأفضل إن شاء الله. تدخل إلى الاحتفال منهج متكامل، نبدأ بقراءة القرآن، ثم بعد ذلك سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مشايخ وعلماء أجلاء كفضيلة الشيخ محمد ياسين رحمة الله تعالى عليه، والشيخ فيض رحمة الله تعالى عليه، وكثير من المشايخ الذين كانوا يحضرون ويضعون بصمة، وترى الأطفال والصبيان، وترى الشيوخ، وترى الشباب، وكذلك النساء في أماكن معزولة خاصة، أيوة خاصة، يحتفلون بعيدا عن الاختلاط، بعيدا عن الاختلاط، كل البعد، يعني كل البعد عن الاختلاط. ثم بعد تبدأ المدائح النبوية في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما تعود به الذاكرة إلى احتفالات داخل بيوتات أهل الله المصر. أكبر ما شاء الله، في كل بيت هناك احتفال. كما تعود به الذاكرة أيضا إلى احتفال أهالي الموصل، يعني أهل المحلات يطلعون خارج المحل اللي يطعم الحلاوة والبقلاوة، واللي يطعم الطعام، والآخر يقدم الشراب الشربت وغير ذلك من الأمور احتفالا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك من الناس، يعني أعرف شخص يتسوق مسواق، بقى عنده مخضر فيتسوق مسواق كامل ويقول هذا هدية واصلة للنبي صلى الله عليه وسلم. الله الله الله. كذلك الشوارع تمتلئ بالزينة فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله كما جعلنا نفرح برسول الله أن يكملنا بفرحنا بلقيا رسول الله وراضٍ عنا غيره. آمين آمين. جزاك الله خير جناب الشيخ. هل من قصة، رواية، حكاية عن الأوائل مثل الشيخ الفيضي، هل يعني يجول في خاطرك وداخلك فموعظة عنه وردت عن لساني؟ أحفظ كلاما له جميل ودقيق، وهو منهج في حياتي، وهذا المنهج لو طبق ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. كان يقول رحمة الله تعالى عليه دائما، يقول نحن دعاة ولسنا قضاة. الله أكبر ما شاء الله. هذه الكلمة أثرت فيها تأثير كبير. نحن دعاة ولسنا قضاة، يعني قال ويكرر ويقول كلام دائما، نحن ننظر إلى الناس ورب الناس هو الذي يحاسب. الله ما شاء الله. لو أخذنا بهذا الأمر ما وصلنا إلى التشدد، ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من ذبح الناس وقتل الناس وغير ذلك من الأمور. احنا اللي علينا اذا راينا شيء منكر، السلام عليكم، نلقي الكلام ثم نمشي، ثم امره الى الله، الله هو الذي يحاسب. الله اكبر ما شاء الله. فكلام جميل، نحن دعاة ولسنا قضاة. ما شاء الله. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا حولك. هذا حال الحبيب صلى الله عليه وسلم، المؤيد بالدعوة والنبوة والمؤيد بالوحي. الله عز وجل يقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا بد ان تزرع الابتسامة مع الدعوة. السلام معها ابتسامة، شاء الله. كلمة يقولها الإنسان ثم يبضي، وبعد ذلك إن شاء الله عز وجل جعل له الصلاح خلاص والهداية خلاص.
أما نحن لا نحكم على الناس، الذي يحكم على الناس هو رب الناس. الله الله، جزاك الله خير جزاك. جزاك الشيخ، هل تحفظ لنا شيء مما قد أدي من تلك المشيدين وما شاء الله على الموصل؟ نعم. هي كابر عن كابر، كابر عن كابر، وما شاء الله كل يسلم للجيل اللي بعده بالأناشيد المباركة الطيبة. هل تحفظ لنا شيء؟ والله أحفظ شيء، وإن كان الصوت لا يساعد، ولكن إن شاء الله. صوت جميل إن شاء الله. يكون. ولنا قلوب عند روض محمد، الله الله، طافت بنا حول الضريح الأمجد، اللهم صل وسلم، أرواحنا لوت اللقاء تمسي وتصبح تحت ظل المرقد، أعمالنا بين القبول وردها، أعمالنا بين القبول إلا الصلاة إلا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه طيبات تبدو حولها العيس بوارك، أنت يا طيبات روحي مشتهي شما الله 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 ما شاء الله. شو يعني صوتي والله دكتور، أخذتنا المكة المكرمة الله بالتحديد والرصيفة، وبالتحديد بعد أكثر في تكية ومكان السيد محمد السيد علوي المالكي، هذا الذي ما شاء الله قد ملأت الدنيا بمؤلفاته وبحبه لرسول الله صلوات ربي وسلامه، وهو أيضا على السلسلة على سلسلة الحديث النبوي الشريف، وهو محدث ما شاء الله، ما شاء الله. الحجاز ومكة المكرمة، نقلتنا المكة المكرمة، ما شاء الله، صلى الله أن يوصلنا هناك سوية إن شاء الله، إن شاء الله، وأن يحشرنا مع المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. جناب الشيخ، أخذنا الفاصل ما شاء الله سريعا مع جنابكم، وما أسدلت هذه الشفتين من نور بحضرة سيد المصطفى صلوات ربي وسلامه، وكذلك بإنشودة سيد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، نعود قريبا بعد لحظات إن شاء الله إلى جنابكم أيها الأحبة الكرام. فاصل قصير ثم نعود إليكم، فلا تذهبوا عنا بعيدا. فيما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته بالدنيا، أوتي جوامع الكلم وأوتي مفاتيح خزائن الأرض على فرس أبيض عليه قطيفة من سندس، وكلمه بجميع أصناف الوحي، وهبط إسرافيل عليه ولم يهبط على نبي قبله، وجمع له بين النبوة والسلطان، وأوتي علم كل شيء صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أحبتي من جديد، وهذه الحلقة عن المولد النبوي الشريف، ونحن لازلنا في الموصل المباركة. جناب الشيخ، شيخ أحمد العبادي، الله تعالى يخاطبنا يقول: وفيكم رسول الله. سيدنا المصطفى الله تعالى يقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إذن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة الله مقرونة بمحبته عليه الصلاة والسلام، فماذا توجه؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعد هذه بدء،
لكل إنسان لا يصل إلى درجة الإيمان الكامل إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت بحديث صحيح صريح قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الله أكبر، عليه الصلاة والسلام. فدرجة كمال الإيمان لا تتصل إلا باقترانها بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فأتذكر أيضا موقف لسيدي عمر رضوان الله تعالى عليه، يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أو يمسك كفه. الله الله، هذه الأمور التي لا نراها إلا في الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكأنه أخذ بها قلب عمر. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم أو قال عمر: يا رسول الله، أنت أحب إلي من أولادي. قال: ومن مالك يا عمر؟ قال: ومن مالي يا رسول الله، عليه الصلاة والسلام. قال: ومن أهلك يا عمر؟ قال: ومن أهلي يا رسول الله. قال: ومن نفسك يا عمر؟ هنا يأتي الصدق. توقف. قال: يا رسول الله، نفسي أحب إلي. الله. قال: ليس الآن. فمضى سيدنا عمر، ثم عاد بعد ذلك وهو يقول: يا رسول الله، لأنت أحب إلي. الله الله. قال: الآن الآن يا عمر. يقول المفسرون: الآن كمل إيمانك يا عمر. الله. هنا عبد الله بن عمر يسأل قال: يا أبتي، كانت محبة نفسك أحب إليك من رسول الله، أو نفسك أحب إليك من رسول الله، ما الذي تغير؟ الله. قال: يا بني، إني تذكرت الجاهلية، فلولا فضل الله ثم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما أسلمت. الله. وتذكرت يوم القيامة، فلولا رحمة الله ثم بعد ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ما دخلنا الجنة. الله الله. فعلمت أنه خير لي من نفسي فأحببته أكثر من الله نفسي. صلى على سيدنا. حتى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الجنة التي هي الجنة لا تكون جنة إلا برسول الله. الله الله، نعم صدقت. ثوبان عندما يختفي ويعتزل النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث إليه رسول الله ويفتقده رسول الله، فيأتي ثوبان وقد تغير وجهه، فيأتي إلى رسول الله، قال: يا ثوبان، ما الذي جرى؟ ما الذي جرى لك؟ قد تغيرته. قد تغيرت. الله. قال: يا رسول الله. الله الله. تذكرت الجنة والنار حتى وإن دخلت الجنة، فأين مقامي من مقامك؟ الله أكبر. الجنة لا تطيب إلا برسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحبه. الله الله. فيقول الصحابة: والله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام كفرحنا بهذا الحديث. الحديث الله. أقول مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط شعارات ترفع ولا رايات ترفرف ولا كلام يقال، إنما هو اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. الله سنتم. واقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي غير فيك رسول الله؟ المحبة تطلب أفعال، براهين. هل نحن على قدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ دليل المحبة في يومنا، كم مرة نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأسئلة لابد أن تطرح، وبعد ذلك هنا ننتقل إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، رسول الله قد أثر فيه، أثر فيك، لابد أن ينتقل هذا التأثير إلى إيش؟ إلى العائلة. وهذه العائلة تنتقل إلى تغيير في المجتمع. نعم. تغيير في العائلة. أسأل سؤال: نحن من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، ولكن سؤال يطرح: هل علمنا أولادنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ربينا أولادنا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأطفال الآن منشغلون في الأنترنت والموبايل وغير ذلك من الأمور، فأنا أسأل دائما، أقول لرب الأسرة: هل جلست في يوم من الأيام وذكرت لهم شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن يكون من هنا التغيير. إذن كما قلت، علاقتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا في هذه الأيام الفضيلة المباركة، أن نجدد العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما أحببناه حق محبته. الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا تخلى الناس عنك في يوم القيامة، في يوم
تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، الله أكبر، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لا إله إلا الله. في يوم سماه الله الطامة والقيامة والغاشية وغير ذلك من الأسماء، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. لا حول ولا قوة إلا بالله. عند ذلك يقف الناس، حتى يقول ابن عباس، يقول يتمنى أهل الموقف لو يدخلون النار حتى ينجيهم الله من ذلك الهول ومن ذلك الموقف، عندما من شدته عندما تقترب الشمس مسافة الميل. الله أكبر. يأتون إلى آدم كما هو معلوم فيقول لست لها، يأتون إلى إبراهيم لست لها، يأتون إلى موسى لست لها، حتى إذا وصلوا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم عند ذاك يقول الحبيب أنا لها. الله الله، أنا لها. ثم يسجد كما هو معلوم تحت العرش فيقول بكلمات كما قال يعلمني إياها الله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل يا محمد عليه الصلاة والسلام ارفع رأسك وسل تعطى. الله الله. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لأهل الكبائر، لأهل الكبائر. وهنا أتكلم مع كل مذنب، وكلنا مذنب، مع كل مقصر، كلنا مقصر. والله لو دخل أهل الجنة الجنة وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم عند باب الجنة ما يرضى إلا أن تدخل جميع أمته. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم معنا، فكيف حالنا مع رسول الله عليه الصلاة؟ أسأل سؤالي محبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، هل في يوم من الأيام جلست وتذكرت الحبيب صلى الله عليه وسلم وبكيت شوقا إليه؟ عليه الصلاة والسلام. الحبيب صلى الله عليه وسلم سبقنا بها. الله أكبر. يمشي ويبكي، فقالوا يا رسول الله ما يبكيك؟ قال إني تذكرت أحبابي. الله الله. قالوا يا رسول الله ألسنا أحبابك؟ قال أنتم أصحابي. من هم الأحباب يا رسول الله؟ قال أحبابي قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروا. الله الله. فهنا رسول الله قد بكى شوقا إليك وبكى شوقا إلي، فهل بكينا شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل على سيدنا، صلوات ربي وسلامه عليه. والله نحن مقصرون كل التقصير مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأدعو دائما وأقول اللهم يا رب إن حرمنا صحبته في الدنيا فلا تحرمنا صحبته يوم القيامة، وارزقنا شفاعته يا رب العالمين. آمين يا رب. جزاك الله خير جناب الشيخ، ما شاء الله ربطتنا محبة سيد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. ماذا توجه هؤلاء الذين لم يكن لديهم علم شرعي وهم يعني حياة بسيطة، كيف توجههم من باب الإخلاص، الإخلاص في الصلاة على المصطفى العدنان لنيل هذه المحبة؟ هو دائما كما هو معلوم أن صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة مهما كانت وفي أي وقت كانت، ومن أي إنسان، ومن أي مسلم. إنسان مسلم محمد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته مقبولة. الله الله. ولكن يعني لابد أن نستشعر في كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في أيام حددها النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صلاتك. نحن نتهيأ إذا قابلنا شخص عزيز أو في أيام عيد أو مقابلة شخص كريم، نتهيأ أو نهيئ أنفسنا لهذا المقام، فكيف بك وأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع صلاتك، أو ينقل يا رسول الله فلان ابن فلان يصلي عليك، ما أحلاها وما أجملها. كما أقول أن السبب في الإخلاص إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم أو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشعر عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله الذي ضرب والذي وضع سلو جزور على رأسه والذي أدمي والذي فعل به ما فعل، من أجل ماذا؟ الله. حتى يصل الإسلام إلي وإليك على طبق من ذهب. الله. أما يستحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوصل له تلك المحبة وتلك الصلوات بإخلاص؟ فلا بد أن نستشعر بهذه الأمور حتى نصل إلى هذه المرتبة بإذن الله. جزاكم الله خير جناب الشيخ. أنا أيضا أخذنا الفاصل سريعا مع هذه الكلمات النيرات الطيبات المباركات.
بحق المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. جمعنا الله وإياكم والمشاهدين والمستمعين هذه الأمة المرحومة مع حضرة المصطفى العدنان في أعالي الجنان. أيها الأحبة الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فلا تذهبوا عنا بعيدا. قوله صلى الله عليه وسلم: احبسوا صبيانكم حتى تذهبوا فوعة العشاء، فإنها ساعة تخترق فيها الشياطين. وقوله عليه الصلاة والسلام: أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة. أهلا بكم أيها الأحبة من جديد، وهذه الحلقة الخاصة والمميزة عن ولادة الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. جناب الشيخ، لا بد وأن يتبين للإنسان العادي، ليس المتعلم أو صاحب الإجازات أو صاحب العلوم والشهادات، أبرز الأدلة الشرعية على ولادة سيدنا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، لكونه أول من احتفل بالمولد النبوي الشريف حينما سئل عن صوم يوم الاثنين وقال: هذا يوم ولدت فيه. هو المصطفى قال هذا يوم، يعني معناته قد جعل لهذا اليوم منزلة، ثم قال ولدت فيه. فما هي الأدلة الشرعية العقلية والنقلية وإجماع الأمة على مشروعية المولد النبوي الشريف مقرونة ببعض المعجزات النبوية المباركة؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل أن نشرع بالمعجزات والأدلة، تذكر قول شاعر أحمد شوقي رحمة الله تعالى عليه، الذي يقول: تجلى مولد الهادي وعمد، بشائره البوادي والقصاب، وأزدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقاب، لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فلاح على سماء البيت نور يضيء جبال مكة والنقاب، عذرا رسول الله إن جاوزت قدري بيد أن لي انتسابا، مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اقتدت السحابة. يعني هل تتصور جناب الشيخ أنني سأتركك تنشد هذا على عجالة؟ إن شاء الله نعود، إن شاء الله إن شاء الله نعود إليك. أستغرب ممن يقول: كيف تحتفلون بيوم مات فيه رسول الله وهو نفس اليوم عليه الصلاة والسلام؟ هذا أول الأدلة التي سيكون فيه محل إجابة. نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تقل بجسده إلى الثرى، ولكن رسول الله حي في قلوبنا عليه الصلاة والسلام. فنحن نحتفل بولادته ولا نقول أن رسول الله مات. نعم انتقل بجسده إلى الآخرة، ولكن رسول الله ما زال حيا في نفس كل رجل من أمة محمد، في كل امرأة، في قلب كل امرأة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله حي في قلوبنا ويبقى حي إلى أن تقوم الساعة. حي معناها زرع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجه وشريعته، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال حي في قلوبنا. أمر آخر كما هو معلوم، أو كما ذكرت عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تصوم يوم الاثنين؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فيه إنه يوم ولدت فيه وأحب أن أشكر الله فيه. الله الله عليه الصلاة. فإذا هذا برهان على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لهذا اليوم منزلة ومكانا خاصة. فهذا حال المصطفى، فكيف بنا حال أمته؟ أما حري بأمته أن يفرحوا بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمر آخر كما جاء وكما هو ورد في الحديث الصحيح، أن أبا لهب عندما رؤي أنه يخفف عنه في يوم الاثنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يخفف عنه العذاب. لماذا؟ لفرحه بولادته. حينما اعتق هكذا قال صلى الله عليه وسلم عندما اعتق جاريته. فهذا كافر، الله عز وجل يخفف عنه لفرحه برسول الله. فكيف برجل محمدي من أمة محمد لم يسجد إلا لله يفرح برسول الله؟ كيف سيكون حاله مع الله؟ أو كيف سيجعل الله له الجزاء؟ أمر آخر، قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يقول ابن عباس: الرحمة هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم،
فحري بالإنسان أن يفرح برحمة الله عز وجل الذي هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأدلة في فرح الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى المعجزات عند ولادته صلى الله عليه وسلم. هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي ولد مختونا وليس لديه حبل سري أيوة. وكذلك صلى الله عليه وسلم صدع له إيوان كسرى في يوم ولادته وانطفأت نار المجوس. هذه بعض من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عند ولادته، والمعجزات على ذلك كثيرة. فما من حجر ولا شجر ولا أحد إلا ويعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بعض القلوب التي قست فما عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميت قلب أو جذع له قلب حن لرسول الله، ولكن هناك قلوب في داخل أجساد ما عرفت النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر ذلك الجذع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخطب يضع يده الشريفة عليه، فجعل للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى منبره ليخطب، وإذا بأنين يسمع الصحابة أنين يلتفتون، من الذي يبكي؟ ما في أحد. فينزل النبي صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة الذي حن للجذع، فكيف به لا يحن لبني آدم؟ كيف به لا يحن لرجل من أمتي أو لامرأة من أمتي؟ فينزل الحبيب صلى الله عليه وسلم ويحتضنه، ثم يخيره بين أن يبقى في الدنيا خالد إلى يوم القيامة أم أن يكون في الجنة. فاختار أن يكون في الجنة. هذا جذع حن للرسول، الجنة مع الحبيب المصطفى، شيء أكيد مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. هو ما طاق فراقه في الدنيا، فكيف يطيق فراقه في يوم القيامة؟ وهو جماد صلى الله عليه وسلم. نعم، كما قلت، أفضل معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الذي يتلى، الذي تناقلته الأمة بالتواتر منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا الذي ما تحرف ولا تغير وإلى آخره من معجزاته صلى الله عليه وسلم. أنشق له صدره، وهناك اختلاف في عدد المرات التي شق فيها صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القول الراجح أنها ثلاث. المرة الأولى شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في عند أمه حليمة السعدية، فشق عندما كان صبيا صغيرا عندما كان يلعب صلوات ربي وسلامه عليه. والمرة الثانية على الأرجح والأصح أنه شق له صدره صلى الله عليه وسلم عند بعثته، عندما جاء جبريل إليه، فيروى أنه شق له صدره. وفي المرأة الثالثة شق صدره صلى الله عليه وسلم عند الإسراء والمعراج حتى يتهيأ للقاء الله عز وجل. فهنيئا لنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. من المعجزات كذلك، وأحببت أن أذكر هذه القصة في حديث أخرجه الإمام أحمد، يقول الصحابة: بينما كنا في سفر مع رسول الله وإذا بشجرة تقتلع جذورها وتتحرك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما، حتى إذا وصلت إلى رسول الله فمالت إليه ثم عادت، فاستغرب الصحابة. فعندما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فأخبروه ما الذي جرى، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنها شجرة استأذنت ربها أن تسلم عليه، فأذن الله لها. الله أكبر. فأذن الله لها. هذه أشجار لها قلوب. الله الله. أشجار لها قلوب. فهنيئا لنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام يطول في ذلك، والمعجزات كثيرة، شق القمر وغير ذلك من الأمور، ولكن هذه في عجارة. جزاكم الله خير، سلمكم الله وحفظكم وأيدكم ورعاكم وحشرنا وإياكم حضرة المصطفى العدنان. جناب الشيخ، من المعلوم أن المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم هو لا يتنخم، ولكن إذا تنخم تسابق الصحابة الكرام على نقامته لكي يتمسحوا فيها ويتبركوا فيها، وكان لا يترك غائطا ولا بولا، وكان أثره على الحجر
نعم. ولا يوجد على الثرى أو على التراب، نعم. وليس له ظل وكان له نور عجيب. كان الصحابة الكرام يجلسون مع حضرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وكأنما على رؤوسهم الطير، لا أحد يستطيع أن ينظر لوجهه الكريم لما يحمله من النور والبهاء والكمال والجمال والهيبة الإلهية. ماذا توجه لأهل القلوب المتصدئة عن محبة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم والمداومة على الصلاة على المصطفى العدنان لكي تنجلي هذه القلوب التي قد أصابها الران أو الرين؟ القلوب عندما يصيبها الصدأ وذلك لبعدها عن الله عز وجل أولا ثم لبعدها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت فضيلة الدكتور عن الصحابة وهم يتبركون برسول الله وهم يلتمسون أثر الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل مكان، هنيئا لهم برسول الله، هنيئا لهم بلقيا رسول الله، هنيئا لهم بأنهم شنفوا أذانهم بسماع صوت رسول الله، هنيئا لهم لأنهم نظروا إلى رسول الله. المسلم ونحن قد ما كتب الله تعالى لنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على الإنسان أن يقرأ شيء عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كل مسلم لابد أقل شيء أن يقرأ شيء، كتاب صغير عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أقلها الرحيق المختوم، نعم. بدون روايات واختلاف، كتاب جاهز يلخص لك الكلام عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أمر آخر لابد على المسلم أن يعلم مهما كان في شدة وفي ضيق وفي ضيق لابد أن يلتجئ إلى الله بالصلاة على رسول الله حتى ينفرج له كربته. وهنا أتذكر في خطبة خطبتها في السودان في جامع، كان في رئاسة الجامعة هناك، وكان الظرف جدا تعبان في مظاهرات وكذلك قصيب معيشة اقتصادية جدا تعبانة وإلى يومنا هذا، لا حول ولا قوة. فربطت هذه كيف ينجلي الهم ويغفر الذنب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما قال صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تستجاب دعوتك ويغفر ذنبك ويزال همك فبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن نعلم. وكذلك في الحديث قال يا رسول الله ماذا أجعل من دعائي صلاة عليك؟ الربع. قال الربع وإن شئت فزد. قال يا رسول الله النصف. قال إن شئت فزد. قال يا رسول أجعل دعائي كله صلاة عليك؟ قال إذن يكفى همك وتستجب دعوتك. الله. وفي رواية يقضى دين ويقضى دين. الله أكبر. فهذه بركات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول لكل مكروب، لكل من ضاقت به الدنيا، أكثر من الصلاة على رسول الله، فاعلم أن بصلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم سينجلي الهم الله ويكشف الكرب وتتقرب إلى رسول الله الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يفتح عليك جناب الشيخ. أسمعتنا في بداية الحلقة الأناشيد الحجازية بحضرة سيدنا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، وكذلك تكلمت عن ما قاله أحمد شوقي، تجلى مولد الهادي. نريد بما يفتح الله تعالى باب النشيد بحق المصطفى صلى الله عليه وسلم. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابا، وأزدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقاب. لقد وضعت وهاجا منيرا صلى الله تعالى عليه وسلم. لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهاب.
فلاح على سماء البيت نور صلى الله عليه وسلم يضيء جبال مكة والقصاب عذرا عذرا رسول الله إن جاوزت قدري صلى الله عليه وسلم بيد أن لي انتسابا مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحاب الله الله أكبر يا رب صلي وسلم عليه مولاي صلي وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب وعجم محمد خير من يمشي على قدمي صلى الله على سيدنا صلى الله تعالى عليه وسلم. جزاك الله خير جناب الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك فتوح العارفين وأن يحشرنا وإياك مع سيد المصطفى سيد الأولين والآخرين. جناب الشيخ، لم يبقى لدينا إلا دقيقتين، فنحن بحاجة إلى دعائكم بلدنا وسائر بلاد المسلمين مقرون بالصلاة على الحبيب المصطفى العدنان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وكيد الأعداء يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا مرحوما. اللهم يا ربنا إنا نسألك أن تنزل السكينة والبركات على هذا البلد يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلدنا خيرا فوفق لكل خير، ومن أراد ببلدنا شرا فاجعل دائرة الشر عليه، واجعل نحره في كيده وكيده في نحره حتى يقتل نفسه بنفسه. اللهم يا ربنا اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا مدفوعا عنه البلاء وكيد الأعداء يا رب العالمين. اللهم ارزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ازرع في قلوبنا محبته صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل محبته إلينا أحب إلينا من كل شيء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إنا نسألك إن حرمنا صحبته في الدنيا فلا تحرمنا صحبته يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يفرح برسول الله ونفرح بلقيا رسول الله ويفرح بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا ارزقنا شفاعته وارزقنا رؤيته في الدنيا قبل الآخرة يا رب العالمين. اللهم كحل عيوننا بالنظر إليه صلى الله عليه وسلم. آمين آمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين، ورحم الله من قال آمين. فتح الله تعالى عليك مرة أخرى وأخرى وأخرى فتوح العارفين، وحشرنا وإياكم والمشاهدين الكرام والمستمعين مع حضرة سيدنا المصطفى العدنان. جزيت خير الجزاء، جعل الله سبحانه وتعالى الحق على لسانك خدمة لسنة الحبيب المصطفى ولدين الله وللقرآن الكريم. سلمكم الله وحفظكم.
وأيدكم وعافاكم وثبتنا الله وإياكم. لم يبقى لدينا أيها الأحبة الكرام إلا أن نقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صل يا ربنا على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.